70% منهم بين 15-29 سنة. دور عليه إما على الفيسبوك وإما على الواتساب. للأسف صار يقرب من الاجتماعيات البعيدة عنده والاجتماعيات القريبة عنده ينساها. مثل ما تفضل الدكتور، إحنا في جلساتنا الآن كل واحد ملتهي بتلاقيه في موبايله، إما حتى أصبحنا نشاهد بالمحاضرات هاي في المحاضرات هاي عبارة عن طامة كبرى. يعني حدثت أكمل حادثة، بجوز طلاب الآن بس بالذكر قاعدين في بعض الأمور اللي حدثت نتيجة إنه طالب قاعد في المحاضرة قاعد شغال على الواتساب أو رنة الواتساب بتسمعها أثناء المحاضرة، هي عبارة عن طامة كبرى. لكن في البيوت، في البيوت اللي قاعد بس الآن نرجع نحكي كل شيء يرجع على ولي الأمر. أنا رب أسرة، ما في مشكلة على الإطلاق أني أطلب من أبنائي من الساعة 8 للساعة 10 بدكم تقعدوا، ولا واحد بده يمسك أي جهاز، لا تليفون ولا سمارت فون ولا آيباد ولا لابتوب بحضنه، بدكم تقعدوا بدكم تسولفوا. لما أنا أطلع أروح على زياراتي بدي أخذ ابني معي، بدي ابني يتعلم. احنا على مستوى كبار العمر الان صرنا نلاحظها دكتور، بعرف بجوز كمان بتروح على الختيارية، بلش الختيارية ايضا في استخدام الابلكيشن، صاروا يتواصلوا مع اجيالهم. هذه كليات عبارة عن عادات سيئة، وانا بتمنى انه الشعب وشعبنا واعي لهي الامور، انه شعبنا يتدارك الاستخدام السيء للتكنولوجيا وينتبه لكل الامور الرائعة اللي ممكن احنا نحصلها من الجهة. دكتور كيف يمكننا ان نؤطر هذه التكنولوجيا من ناحية علمية؟ هل يمكن أن نضع لها ضوابط في جامعاتنا؟ لأننا نرى الكثير من في الجامعات أنه يكون هنالك استخدامات لممتلكات الجامعة الإلكترونية استخدامات خاطئة. هل يمكننا أن نؤطر هذه التكنولوجيا لنوظفها لخدمة التعليم فقط؟ نعم. هل يمكن هنالك أن نضع ضوابط لهذه النقطة؟ طبعاً هذا الكلام، هذا الكلام في كل بساطة. على كل جامعة بتعرف في إلها مجموعة من السيرفرز تابعة محطوطة في مركز الحاسوب في الجامعة اللي هو بيزود خدمة الإنترنت للجامعة كاملة. لذلك في كل بساطة في العديد من البرامج من مركز الحاسوب نفسه في أي جامعة بإمكانه أنه يلغي عملية الدخول على الفيسبوك، يلغي عملية استخدام التويتر، يلغي عملية استخدام الواتساب أو أي غيرها من البرامج. لذلك هذه الأمور متاحة، لكن احنا ما يعني متاحة وبإمكان أي جامعة أنها تعملها. بإمكان الجامعة تزود خدمة الإنترنت فقط للتصفح، تصفح الإنترنت، أما الدخول لبعض المواقع يمكن بكل سهولة منحها، كما نستطيع أيضا منحها في داخل بيوتنا. نعم هذا ما أريده. شكرا لك دكتور منتصر. نرى أنه بدأت الشخصيات الشبابية في الأردن تتراجع لأنه لا يمكن هنالك التواصل إلا عن طريق التكنولوجيا. زي ما بقولوا المثل العربي لعيون مغربي الحكي، أو أنه إحنا إذا بدنا ننزل على الشارع بحتك معك، أنا بتقبل السلوك وبعرف وبحلل من ناحية سلوكية. لكن هل تعتقد أن التكنولوجيا لغت الشخصيات الشبابية الفاعلة في الأردن؟ هل يعني كان الشاب يصقل شخصيته من خلال احتكاكه في المجتمع وفي الشارع؟ لكن هل في هذا الوقت أصبح يعتمد على الجهاز الخلوي؟ هل هذه ألغت شخصيات الشاب الأردني؟ والله يعني حقيقة هي ما بنقدر نقول إنها ألغت، لكنها أثرت. أثرت بشكل كبير. خصوصا انه يعني زي ما قلت لعيون مغاريف الحكي، انه لما بيصير في احتكاك ما بين الافراد بعضهم ببعض، احتكاك مباشر مش من خلال الشبكه العنكبوتيه، لانه الان شخص جالس بالغرفه اللي بجنبنا عم بتواصل انا وياه عن طريق الواتساب او عن طريق اي تطبيق من تطبيقات الانترنت. ما هو الفارق بين التواصل مع اللي جالس بجنبي بغرفه اخرى او اللي جالس معي بنفس الغرفه؟ واللي بتواصل معاه لو كان بالصين؟ هو بنفس السرعة وبنفس الوسيلة وبنفس الأداء. الآن الاحتكاك المباشر ما بين الأفراد، ما بين الشباب، بيولد أول نوع من الألفة بين الناس. ثاني شيء بيسقل شخصية الإنسان وبيعلمه ثقافة الحوار. اللي إحنا ثقافة الحوار للأسف الشديد داخل جامعاتنا ومدارسنا أصبحنا نفتقدها. نفتقد لإشي اسمه ثقافة الحوار. يعني من يريد أن يعبر عن رأيه من الشباب ممكن يلجأ مباشرة للصراخ، لاستعمال إيده، دون أن يلجأ إلى الحوار وتقبل وجهة الرأي والرأي الآخر. ويعني هذا يعني هي الديمقراطية، تقبل وجهة الرأي والرأي الآخر. دكتور أنا ما أريد أنه هنالك كثير من تواصلوا على برا الفيسبوك وعلى بعض التطبيقات من الانترنت، كانوا يتحدثون مع بعض لأيام ولأشهر، ولكن عندما تواجدوا في الشارع
انصدموا من شخصيات بعضهم البعض. نعم. يعني هنا الكلام أحيانا الكلمات لا تعبر بالطريقة السليمة كما يعبر لغة الجسد. صحيح. فلغة الجسد تشكل 70% من لغة الحوار. يا سيدي. فكيف يمكننا أن نعيد بناء الشخصية الأردنية الصلبة الذي عندما يتكلم تتشوق لسماع الحديث نعم. منه؟ حقيقة يعني هذا سؤالك أو استفسارك بيقودني أو بذكرني بموضوع أنه استخدام الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بطريقة سلبية أيضا إذا بتلاحظ أنه يعني تم استخدامها خلينا نقول بثورات الربيع العربي اللي أنا بسميه يعني وجهة نظر متواضعة ما بسميه أنا ربيع عربي بسميه دموي مش ربيع هذا لا يمكننا لا يمكن أن نطلق عليه هذا مش ربيع مستحيل هذا زلزال يعني هذا زلزال عربي تم استخدام هذه التطبيقات بطريقة سلبية ومن خلالها تم يعني خلينا نقول التأثير بشكل سلبي على دول كبيرة أدت إلى انهيار دول وبالتالي هنا بتيجي حقيقة دور مؤسسات المجتمع المدني دور الجامعات دور المدارس هنا بتيجي دور وزارة التنمية الاجتماعية هنا بيجي دور وزارة خلينا نقول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لابد أن لا يترك الحبل على الغارب لابد من وضع أطر أطر معينة يتم استخدام بها هذه الوسائل وأنا قبل ما أجي للاستوديو الموقر هون المحترم كنت عم براجع على اللابتوب الخاص بي على موقع التشريعات الأردنية عم براجع قانون جرائم أنظمة المعلومات وقانون المطبوعات والنشر وقانون العقوبات الأردني وقانون المعاملات الإلكترونية كل هذه قوانين تتحدث عن هذا الموضوع اللي لفت انتباهي بالموضوع إنه قانون العقوبات يتحدث عن عقوبات مناسبة لأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني وأنا هلا إذا بتسمح لي شوية بدي أطلع على الجانب القانوني لأنه أنا تخصصي قانون لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني اللي لفت انتباهي وقد يكون هذا الكلام كلامي لا يعجب بعض الأطراف إني اللي وجدته إنه العقوبات المفروضة على الجرائم والانتهاكات التي تتم من خلال الشبكة العنكبوتية لا تتناسب مع مستوى الضرر الذي يلحق بالأفراد والمجتمع نتيجة استخدامها بطريقة خاطئة نتيجة استخدام هذه الوسائل بطريقة خاطئة يعني أيضا خلينا نرجع إنه يا ريت يعني أنا كرب أسرة ويعني إنه لابد لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تضع قيود يا ريت يا ريت إنها تضع قيود وهنالك دول مجاورة عنا مثل المملكة العربية السعودية دولة الإمارات العربية المتحدة وضعت قيود على كثير من المواقع سواء كانت مواقع إباحية وإلى آخره من الأمور هذه المواقع السلبية أنا كدولة مطلوب مني أنا إني هذا الجيل الشباب إني أحميه أحميه من نفسه إني أحميه من نفسه إني وبالتالي يعني خلينا نقول مدام هذه المواقع موجودة على الإنترنت من الصعوبة بمكان إنه حتى ممكن رب الأسرة ما يقدر يراقب أبنائه عفوا دكتور ما يقدر يراقب أبنائه لفترة طويلة يعني ممكن بلحظة من اللحظات يتم الدخول إلى مثل هذه المواقع يا ريت إنه يصير في قيود طبعا هذا الكلام بجوز بعض الأشخاص يقول إنه والله هاي دعوة لتقييد الحريات لا يا عم لا تندرج تحت هذا المسمى لا تندرج تحت هذا المسمى الحريات أن تقول رأيك بكل صراحة أيضا أن تقول رأيك بكل صراحة مع احترام المراكز القانونية للآخرين يا سيد العزيز الآن الشبكة العنكبوتية الإنترنت ووسائل الاتصالات أصبحت تستخدم لاغتيال الشخصية بدون حسيب بدون رقيب نستطيع أن نطلق
أي عبارة، فساد في الدائرة الفلانية، سرقة عند المسؤول الفلاني، طيب أين الوثائق؟ نعم لا يوجد، مو هكذا قرأ على موقع من المواقع. وبالتالي أنا يريت أنه يصير في مراجعة لقانون جرائم أنظمة المعلومات، وأن تغلظ العقوبات على كل شخص، وقانون مطبوعات والنشر أن تغلظ العقوبات على كل شخص يستخدم التكنولوجيا بطريقة خاطئة ويعتدي فيها على حرية وكرامة الآخرين. نعم أشكرك. نأخذ الاتصال من خالد العظمات. أستاذ خالد العظمات. ألو. يا هلا بيك، يسعد مساك، تفضل يا أخوي. طولت أنا على الخط. أعذرنا دكتور. أستاذ خالد العظمات مش سامع، تفضل مداخلتك. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. زمان ألو. مداخلتك أنت على الهواء أستاذ خالد. ألو. تفضل، سامعينك أستاذ خالد. نأخذ اتصال آخر من عبد الله السواعي. أستاذ عبد الله. ألو مساء الخير أستاذ إبراهيم. مساء الأنوار، حياك الله. هلا أستاذ عبد الله. وكل عام وأنتم بخير. وأنت بألف خير. أشكر ألف خير إن شاء الله. يا سيدي يعني تأخرتوا علينا، وشكلكم سلطية ملتهيين مع بعض. سامحنا سيدي سامحنا. يعني اليوم أنتوا جلسة سلطية وملتهيين مع بعض، وهات قصة بعد. نحن أردنيون. يجمعنا اسم الأردن. يجمعنا اسم الأردن، نعم. الله يسعدك. لا أنا بحبكم والله، بعرف. الله يحبك. قوم الحارة مع قوم الأكراد، الله وكيلك. الله يقويك. نحن لسنا في صدد أن ندخل في هذه التفاصيل وهذه. أستاذ عبد الله، ونحن يجمعنا الهم الأردني والشاب الأردني في هذا البرنامج. الله يسعدك يا سيدي. وأنا يعني أنا صلتي قبل أن أكون عجلوني، ولذلك أنا بعايد عليك وبعايد على الدكتور نجاة النجداوي والدكتور القضاء وكل أهل الصلت. الدكتور القضاء من عجلون، والعامة الخير وهاي. تفضل يا دكتور منصر، هو من عجلون. أنا من عجلون يا دكتور، وأعتز بالصلت كمدينة، وأعتز بأهلي أهلي والنشامة. أشكرك أشكرك. كمان يا سيدي حقيقة يعني اسمح لي أنه كمان عايد على النائب السابق الدكتور معتصم العواملة. أشكرك. والعم الحبيب الغالي اللي يعني لنا فرصة من خلال برنامجك كمان عايد عليه. أشكرك. عبد اللطيف العواملي أبو الرائد، عمي وحبيبي اللي أنا بحبه يعني. أشكرك. أستاذ عبد الله مداخلتك. يا سيدي مداخلتي، بتعرف إحنا بالنسبة للتواصل الاجتماعي، نعم، يعني حقيقة العالم كله أصبح قرية صغيرة. نعم. نعم. وكما يعني وبالتالي له إيجابيات كثيرة وله سلبيات كثيرة، ولكن إحنا حقيقة يعني كشعب أردني وكل العالم كله منفتح على بعضه، وفي تبادل الثقافات إشي ممتاز يعني حقيقة. أنا يعني ولكن إحنا بالنسبة شعبنا الأردني له عاداته له تقاليده، محافظ على عاداته، ولكن بالنسبة يعني أنا يعني ما رأي الدكتور القضاء والدكتور نجاة النجداوي حقيقة. نعم. حول المواضيع يعني في مواضيع لا تطرح لا أخلاقية حقيقة يعني بكثرة في كل المجتمعات والشعوب العربية خاصة، وخاصة أنه الغرب نسي المواضيع الأخلاقية واتجهت علينا إحنا العرب. نعم. ودائما بنقول أنه الله يحمي سيدنا ويحمي بلدنا. أشكرك. وصلت رسالتك. أشكرك جدا أستاذ عبد الله. دكتور نجاد، ما دور جامعاتنا في توجيه الشباب للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات؟ كيف نوجه الشباب؟ هل هنالك في الجامعات الأردنية خطة يمكن تنفيذها على أرض الواقع لحماية الشاب من الثقافات التي انتشرت في الآونة الأخيرة، ويمكن للشاب الاستخدام الإنترنت بطريقة مناسبة؟ هل جامعاتنا لها دور، أو ما هو الدور المطلوب من جامعاتنا تجاه حماية الشاب الأردني من هذا الغزو؟ نعم، هو حماية الطالب الجامعي بتندر يعني احنا خلينا نحكي شوي، نرجع في الموضوع. نعم. من البداية الباحث عن الشيء يجده. نعم. مزبوط. لذلك هذا احنا كل يتبجز وكل كل شخص عليك. يبحث عن من ما ينقصه. بالضبط. صحيح. لذلك ما بنقدر نقول هي مسؤولية الدولة أو مسؤولية شخص معين في السيطرة، لكن هنالك أدوار لجميع الناس. 100%. وفي البداية بتيجي من التربية. نعم. تربية الشخص نفسه. الجامعات لها دور كبير، بعض المواد أو بعض المساقات اللي تدرس حاليا في الجامعات بس. نعم.
هون بجوز تكون هاي المساقات مخصصة لطلبة تكنولوجيا المعلومات بفروع المختلفة، علم حاسوب، نظم معلومات حاسوبية أو هندسة.